نعرف الاعراض يا دكتور. تمام. احنا بنسبه انها بيسموها كمان تكسير العظام، يبقى اكيد ليها علاقه بالام العظام، تمام. يعني اكيد بتعمل الام في هي العظام جنب. شبيهه، حضرتك ذكرتي حاجه، نقطه مهمه جدا، تكسير العظام شبيهه بالانفلونزا. زي ما احنا كلنا اي حد بيجي له دور انفلونزا يقول لك يا انا عظمي مكسر، صح؟ دي اول كلمه بيقولها، انا مش سامع، انا مش شامم. كل دي تأثير الالتهابات الفيروسية، وسمت تكسير العظام لأن أكتر صفة فيها الحرارة المرتفعة تصل 38.5 39 وأحيانا 40، زائد الآلام الموجعة والمبرحة في العظام، زائد بنعرفها زي صداع شديد في مقدمة الرأس ومحجر العين يعني، وبيبقى أيوة. مشهورة قوي، بنبه السادة المستمعين أو المشاهدين إن حركة العين نفسها بتؤلم جدا مع حمى تكسير العظام اللي هو بي بي اف اللي هو بروكن فيفر، حمى تكسير العظام. المهم والاهم ان حضرتك اللي ما نعرفوش او اللي ما يعرفوش كتير من الناس الاطباء، ان كم نوع من البعوض، كم عائله، كم اسره، حوالي 400، تمام، 490 نوع. الحمى الدنجي دي ما تجيش الا عن طريق بعوضه واحده بس، واسمها الزاعجة المصرية، ايدز ايجيبتاي، مش كمان المزعجة. مصرية. ما هي دي تم اكتشافها اكتشافها على حضرتك، ده الحفريات بتقول اه في من قدماء آلاف المصريين السنين، بالظبط. اسمها الزاعجة المصرية وليست المزعجة، فالتحديد الاسم اسمها كده علميا، الزعاجة. الزاعجة المصرية. هي بتعمل صوت قوي ولا ايه ده؟ هي الميزة بتطلق. ليها طنين شديد، زائد ان الرجل بتاعتها الاقدام طويلة وفيها نقط بيضة، نقط بيضة، دي يبقى اسمها الايز ايجيبتاي، دي اللي بتنقل هذا الفيروس ده انت قلت تحديدا. لنا بالتفاصيل يا دكتور عشان عشان نعرف ناخد شكلها بالنا. كمان وناخد تمام. بالنا من شكل الناموسه اللي بتقف على جسمنا علشان نتجنبها. تمام. واخطر ما بنخاف منه ودايما ننصح بيه اخواننا في الكرو او الطيارين او افراد الامن، لما تروحوا اي مناطق استوائيه او شبه افريقيه او مناطق ساحليه، ابتعدوا عن مصادر الناموس وما تخرجوش بعد اثناء الغروب او اثناء الشروق، ما تخرجوش من غرفه كمان، ولازم يكون معاك حاجه طارده للناموس، وتلبس البسه واقيه، وقلنا اللون الابيض او الاخضر او الارجواني ده ريبليكانت، يعني ايه؟ عاكس او بيعمل عكس، بيرجكت، بيطرد الناموس، بيخافوا من الالوان دي قوي. زائد ان مش لازم البس كات او نص كم، لا البس بكم، وانت نايم البس سروال، بلاش تلبس شورت، كل ده بيحمينا من لدغات الناموس والبعوض.